صاحب الفضيلة، يعني ونحن ودعنا معرض الكتاب ونريد أن نقف مع القراءة، يعني من المسؤول عن هجرنا يعني أو عن هجر أكثرنا للقراءة؟ لماذا هذا العزوف عن القراءة؟ يعني من يزور المعرض يشاهد الآلاف يا شيخ وزحام شديد، ولكنها تحولت يبدو إلى يعني نزهة وتمشية، وربما بعضهم أحيانا تجد أنه يعني قد أخذ مجموعة من الكتب، لكن كما نسمع من بعض الإخوة يا شيخ بأنها تبقى حتى العام القادم وهي في أكياسها. يعني أصبحت أيضا حتى المكتبات، حظ بيوتنا من المكتبات يا شيخ ولو زاوية صغيرة أيضا معدومة. من المسؤول يا شيخ عن هذا؟ ومتى نعود إلى القراءة أيضا؟ وبالنسبة لأطفالنا يا شيخ واختيار ما يناسبهم أيضا، نريد أن نقف مع هذا لعله يرغبهم أيضا في العودة إلى الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالقراءة هي مفتاح التعلم، ولذلك كان أول ما أمر الله تعالى به رسوله في وحيه وما أرسله إليه في قصة البعثة أن أمره بالقراءة، في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، والقلم هو أداة ووسيلة الكتابة. فالقراءة هي مفتاح التعلم، وبه يدرك الإنسان معارف الدنيا ومصالحها ومعارف الآخرة وإصلاحها، فلا صلاح للإنسان إلا بالقراءة. ولذلك القراءة ليست هواية ولا تسلية ولا متعة، هي ضرورة حياتية لكل من أراد أن يبني حياة مميزة، لابد له أن يقرأ. القراءة في وضع كثير من الناس هي نوع من الرفاهية، نوع من الوسيلة لمتابعة الأخبار، لكن أن تكون معينا لبناء الشخصية وبناء الفكر و إصلاح المعوج من الأخلاق الظاهرة والباطنة، التكوين النفسي، التكوين العقلي، الفكري، العلمي. قليل من الناس من يجعل القراءة مصدرا من مصادر بنائه، وبالتالي لما غاب هذا عن كثير من الناس أصبح أكثر الناس في غيبة عن البناء، وأصبح سمعي أو بصري كغالب ما يتلقاه في بناء نفسه وشخصيته من خلال السمع أو من خلال البصر، دون أن يكون هناك غذاء للعقل، غذاء للروح، غذاء للنفس يحصل به المقصود من تهذيب النفس وتقويمها وما إلى ذلك مما تثمره القراءة الصحيحة السليمة. في القراءة عندنا إشكاليات عديدة. القراءة ابتداء هي إشكالية في أن أكثرنا لا يقرأ، وغالب من يقرؤون إنما يقرؤون لمتابعة الأخبار كقراءة بعض الصحف قديما والآن مواقع الأخبارية، أو من يقرأ للتسلية كما هو الشأن في غالب من يقرؤون عبر وسائل التواصل، سواء كان في تويتر أو في فيسبوك أو في الواتساب أو غيرها من وسائل التواصل. القراءة هنا نوع من التسلية، ولذلك لا يهتم القارئ بنوعية ما يقرأ ولا بتراتبية هذه القراءة، ولا يهتم بكونها على نسق معين معرفي. وكثير من الناس حظهم من القراءة هو نتف وشذرات متفرقة لا تبني معرفة ولا تؤصل علما ولا تبني فكرا، وبالتالي تجد أن كثيرا من هؤلاء الذين يتحدثون ما هناك حتى فيما يطرحه هي مجرد نتف اقتنصها في قراءة تغريدة أو في قراءة كلمة عابرة، وأوهمته أنه حصل الثقافة وحصل المعرفة ووصل إلى درجة من الفكر والرؤية ما ينقد ويناقش ويناطح والحقيقة أنه يعني هذا متشبع بما لم يعطى، لأن القراءة الهامشية التي بهذه الصورة لا تبني علما ولا تكون معرفة.
هذه إشكالية. إذن هناك إشكالية في مبدأ القراءة، نحن لا نقرأ، حتى من يقرأ منا يقرأ قراءة لا تبني معرفة ولا تؤسس لفكر ورؤية صحيحة. هناك إشكالية أيضا، أحيانا من يقبل على القراءة يسمع المقولة يقرأ كل شيء وفي أي فن، وهذا يعني بهذا الإطلاق المنفتح التام الذي لا يراعي الخلفية، لا يراعي التدرج، لا يراعي البناء النفسي، لا يراعي البناء الفكري، لا يراعي البناء العقدي، لا يراعي هذا، بالتأكيد أنه كالذي يقذف شخصا في وسط محيط متلاطم بأمواجه، هذا الموجة تدفعه يمنة وتلك تدفعه يسرة، وهذه ترفعه وتلك تخفضه، ولا يملك لنفسه مع هذا الحراك المتلاطم من أمواج الأفكار، لا يملك لنفسه قاربا أو قاعدة يمخر بها عباب هذا المحيط، وبالتالي تجد أنه يعني يتخبط ولا يكون على قاعدة أساس أو صلبة في المعرفة أو البناء العلمي أو البناء العقدي أو أي نوع من أنواع البناء أو حتى البناء المعرفي. أنا أوصي كل من رغب في القراءة وأراد أن يسلك هذا الطريق أن يقرأ ما يحب ابتداء مما لا محظور فيه شرع، مما لا يؤثر على دينه، مما لا يوقعه في محظور، وينتقي من الكتابات الموثوقة الرصينة التي تميل إليها نفسه، سواء من القصص، سواء من الروايات، سواء من السير، سواء من الأدبيات أو من غيرها من الأنواع القرائية التي أو أنواع المقروءات التي تجذب النفوس. ثم بعد ذلك إذا تمكنت من نفسه الرغبة في القراءة وأصبح عنده رغبة في المطالعة وأراد البناء العلمي، هنا لابد أن يؤصل نفسه فيما يقرأ، فيقرأ أولا ما يصلح ما بينه وبين الله عز وجل في المعارف والعلوم بمعرفة الله عز وجل ومعرفة ما يجب له، ثم معرفة ما تقوم به عبادته، ثم بعد ذلك يقرأ ما شاء من العلوم التي يميل إليها في تخصصه بعد العلم العيني والأساسي. طبعا ليس كل الناس يسلكون هذا المسلك في التعلم ولا يلجون هذا المورج في المعرفة، لكن حتى في المعارف الدنيوية يحتاج الإنسان إلى منهج القراءة، يحتاج إلى بناء للقراءة، فلا يتقدى يقرأ كتابا متقدما قبل قراءة الكتاب القريب. كثير من الناس فيما يتعلق بالقراءة يعني هناك نوع من موضة يعني أو التشبع بما لم يعطى، يظن أنه مسكه لكتاب أو اقتناؤه لمجموعة كتب أو أن يكون عنده مكتبة، إن هذا كافي في أن يوصف بأنه مفكر، بأنه أديب، بأنه مثقف، وهذا غلط. يعني هذه الكتب لا تنتج ثقافة إن لم تقرأ، ولا تنتج فكرا إن لم تطالع تمحص، ولا تنتج معرفة إن لم يصبر على المطالعة. القراءة جهد يحتاج إلى بذل، ليس لذة في بدايته، صحيح أنه مع المران وجني الفوائد هناك تتحول هذه القراءة إلى نوع من الهواية واللذة في ذاتها والمتعة التي يفقدها الإنسان لو منع منها، لكن في مراحلها الأولى هناك صعوبات، هناك مشاق، هناك عقبات. هذه العقبات وهذه المشاق تصد كثيرين، كما قال الشاعر: وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر، إنما يعانق المجد من صبر وبذل وجاهد في تحقيق مطلوبه ومراده. وصيتي لأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي الذين يرغبون في القراءة أن يقبلوا على القراءة بحرص وبانتقاء وبصبر وبعدم استعجال النتائج. والمهم في عملية القراءة بعد إيجاد الرغبة أن ينتقي ما يقرأ، وأن لا يتساهل في المطالعة لكل من هب ودب، لأن هذه القراءة هي التي تشكل فكرك، هي
التي تشكل ذهنك، هي التي تشكل طريقة تفكيرك وتعاطيك مع الأمور، سواء فيما يتعلق بأمر الدين أو فيما يتعلق بأمر الدنيا أو فيما يتعلق حتى في أمر التخصصات العلمية. فلا بد من انتقاء أصحاب التحرير، أصحاب الأقلام الموثوقة، أصحاب الأفكار النيرة، أصحاب العرض السلس السيئ اليسير الذي يوصل المعلومة الصحيحة بأسلوب شيق. وفي كتابات المعاصرين ما يعني يناسب ويجذب النفوس في شتى التخصصات العلمية الثقافية الأدبية، والشأن كل الشأن أن لا نجعل القراءة يعني لباسا نلبسه نحن منه عارين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. مسألة إقبال الناس على المعارض الكتاب وكثرة روادها، هذا يعني مؤشر إيجابي في حد ذاته، ولو لم يحصل يعني مأمول من أخذ الكتب واقتنائها، يعني مجيء الناس لمواطن الكتب والمعرفة يعني يعطي نوع من المؤشر أن هناك رغبة في هذا المجال. وإن هذا المجال يعني أرأيته كان المعرض خاليا من الناس، يعني بالتأكيد أنه لو كان خاليا لكانت صدمة أكبر من صدمة أنه يأتي ناس ولا يشترون، أو يأتي ناس ويشترون ولا يقرؤون. يعني وجود الرغبة هذه في حد ذاتها مكسب. أرى أنه من مهام المثقفين، من مهام الجهات التعليمية، من مهام الآباء والأمهات، من مهام أصحاب الفكر، أن ينموا في الناس رغبة القراءة والمطالعة. وإذا تكاتف العلم والعلماء والإعلام والكتاب على تنمية هذه الرغبة في المجتمع، أثق أن المجتمع سيرتقي نموا في فكره وصفاء في معرفته ورغبة في بلوغ غاياته بصورة أكبر وأجمل وأحسن، ويعود هذا على المجتمع بالصحة والعافية. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم بصيرة في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم آمين. أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خيرا.